بعد رد هيا الشعيبي على إلهام الفضالة وشهاب جوهر بسبب اختيارهما أفضل خمس ممثلات كويتيات دون ذكر هدى حسين، ها هي مي العيدان تدلي بدلوها، وكما هو معروف عنها بكلام لاذع وهجوم كبير، لكن على شهاب وحده هذه المرة. في التفاصيل، هجمت الإعلامية مي العيدان من خلال برنامجها كشف حساب الفنان شهاب جوهر، واتهمته بمجاملة زوجته إلهام الفضالة على حساب نجمات أخريات، وذلك بعد موجة الهجوم التي طالت النجم الكويتي على خلفية تصريحاته حول أفضل الفنانات الكويتيات في برنامج مراحل. وقالت مي العيدان: هدى فنانة مهمة ليس فقط في الكويت ولكن على صعيد الخليج، هو من الفنانات المعروفات عربيا، فأن يطلع شهاب في برنامج ويسألوا عن أهم خمس فنانات وما يذكر اسم هدى، نحترم كل الأسامي اللي ذكرها، لكن هدى ومريم الصالح وغيرها فنانات كويتيات، خانك التعبير يا شهاب وجرحت، فلازم تيجي ردود جارحة، معتبرة أن إلهام الفضالة وشجون الهاجري وهنادي الكندري أسماء تحترم لكن لا توضع قبل هدى. وتابعت العيدان: انت شهاب جاملت إلهام الفضالة، هدول الفنانات لو ما اشتغلوا اليوم ما عندنا فن، وقصدت بكلامها الخمس فنانات اللواتي اختارتهن عوضا عن لائحة شهاب، وهن حياة الفهد، سعاد العبدالله، مريم الصالح، هيفاء عادل، وهدى حسين. أما عن قول الشاب جوهر بأن هدى حسين عراقية الجنسية، قالت مي العيدان: إن كانت عراقية الجنسية فهي كويتية الهوى والانتماء. واستمرت في دفاعها عنها بأنها على الأقل ما عندها شيء يخجل في زمن السوشيال ميديا، واللي احنا شفناه من فنانات كويتيات صغار وكبار ما عندها شيء مخجل أو فيديو تستحي منه على حد قولها. أيضا تطرقت مي لخلافها مع هدى حسين دون الخوض في التفاصيل، مؤكدة أنها في عز الخلاف معها كانت ضد أن تقعد هدى خارج الكويت 11 عاما لمجرد أنها عراقية، رغم أنها لم تسيء للكويت أبدا. وأخيرا كشفت مي العيدان عن موقف لهدى حسين أثناء خروجها من الكويت، موضحة أن الفنانة الشهيرة تركت مع زوجها علي المفيدي 50,000 دينار خوفا من أن تؤخذ منها على الحدود العراقية، وقالت له: إذا احتجت شيء منهم حلال عليك.